راح أفاجئهم اليوم ورد أنا على المكالمات. معك محمد دودين من جو أكاديمي الدعم الفني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. يعطيكم العافية. أنا اليوم زميلكم الجديد. أهلا وسهلا أستاذ. السلام عليكم. بالله الله يعافيك. معك محمد دودين من دعم الفني جو أكاديمي. كيف بقدر أساعدك؟ يا هلا ملاك، يا هلا بالأصيلة، كيف حالك؟ مساء الخير عزيزي. أيوة موجودة على الشاشة، لفة جو أكاديمي. لا لا، على التليفون. على التليفون، تمام. شنو على التليفون؟ ترى أنا هذا أول يوم دوام إلي، يعني أعطيني أسئلة سهلة. علمي ولا أدبي؟ صراحة اليوم كانت أول تجربة إلي مع الدعم الفني. الفصل الماضي كان معي في المعاهد 33 دورة غير دورات جو أكاديمي، كنت أشعر بالضغط والتعب ويعني أتشكوى كيف بدي أتحملهم ولحق. بس لما اليوم قعدت وراء الدعم الفني والمكالمات أعذرت الناس اللي موجودين معي هنا قديش في ضغط نفسي. يعني أنا بحكي عن راتب ولدي بتحمل كل يوم بتعامل مع 6-7 دورات تحكوا عن تقريباً 300 نفسية، مش قادر أتعامل الآن مع 10 مكالمات قد ما في ضغط نفسي. طيب. فلذلك يعني ترفع القبعات لجماعة الدعم الفني. صرت قال قسما بالله بأول 10 دقائق أول شيء خطر في بالي الناس الشغالة هون كيف متحملة هذا الضغط، ترفع لهم القبعة وهذا الجندي المجهول اللي احنا كنا نحكي عنه بجوه أكاديمي. فأتمنى أنه احنا نقدر ظروفهم من القلب. أنا الآن شعرت في الدعم الفني، يعني لسه مليش 10 دقائق ربع ساعة بدأت أشعر كيف الآن العقلية بيفكروا فيها. يمكن هم نايمين بيصيروا يردوا على المكالمات وهم نايمين قد ما صار عندهم ضغط، فلهم كل الاحترام وكل التقدير. يلا نروح.